شفت الصوره او المشهد اللي فات ده، مين اللاعب اللي بيصور اللعيبه مع الدرع الدوري؟ خدت بالك من المنظر ده؟ عبد الله عبد السلام كابتن الفرقه. نجوميه عبد الله عبد السلام ده كان راجل المفروض احسن اسيستنت في العالم في وقت من الاوقات، خدها كجائزه رسميه زي صحيح. ما كان احمد صلاح احسن ضارب، كان عبد الله احسن اسيستنت. فانت بتتكلم ان الناس بالنجوميه دي، اهو المشهد اهو نزل على ركبه بيصور زمايله اللي هو كابتن عليهم المفروض كابتن. المشهد ده معتاد في النادي الاهلي، دايما كابتن فرقه النادي الاهلي هو حاسس بالفرقه كلها وهو اللي بيلم الفرقه فعلا. يعني هتلاقي المنظر ده والصوره دي دايما في النادي الاهلي في كل الفرق. هتلاقي واحد مش فارق معاه هو اسمه ايه او نجوميته ايه، فارق معاه الفرقه، فارق معاه المكسب، فارق معاه البطوله، فارق معاه ان اسم النادي الاهلي هو الاهم. فبالتالي دي صوره معتاده داخل النادي الاهلي. طبعا هنا هو كباتن الفرقه كابتن احمد صلاح، كابتن عبد الله عبد السلام، طبعا الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وباقي اللاعبين كلهم الفرحه المعتاده لينا. يعني دول كان العادي بتاع الفرقه دي يا جماعه الماسترز دول ان هم ياخدوا كل حاجه باكتساح، ضرب موسمين ورا بعض شوف الجوع على بطوله الدوري عامل ازاي. لا الميزه برضو بالنسبه لي عبد الرحمن في مثل هذه الامور